ناخد سؤال أمة الله. هي دلوقتي بتبلغ من العمر 64 عاما تقريبا كما ذكرت، وهي في حدود ال 30 كانت ربنا رزقها يعني بحمل، وكانت بتقول بقى عن جهل تم اسقاط هذا الحمل قبل ان يبلغ عمره 40 يوما، كان زوجها عارف وهي عارفه واسقطوه قبل 40 يوم. بعد ما وصل سنها 64 سنه بنتها دلوقتي بتعيد نفس الكره، وربنا رزقها بحمل فاسقطت هذا الحمل قبل ان يصل الى 40 يوما ايضا، فهي تسال هل عليهم ذنب، مع الفارق ان ابنتها زوجها لم يعرف بهذا الحمل ولم يعرف بالاسقاط. اولا يعني كلاهما اخطا. نعم. في الاسقاط بدون عذر طبي يوجب الاسقاط. ايوه. والعذر الطبي اذا وجد يبقى ده عذر شرعي. نعم. فهنا اخطات، لان في النهايه ده قتل لنفس. تمام. اصلا قبل نفخ الروح، وفي النهايه وده قول الامام الغزالي اني حتى لو يوم، لان ده هو مشروع الخلق بيبدا من يوم. نعم. فلا يجوز شرعا التعدي على هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. نعم. ده لا ملكي ولا ملكك. تمام. طيب ده الزوجة في ده خطأ طبعا. هي تمام. والزوج مشتركة فيه. جميل. البنت أخطأت خطأين. أيوة. خطأ الإجهاض ده لا يجوز شرعا محرم، وخطأ الانفراد في التصرف فيما لا تملك وحدها. هي بتقول كان في مشاكل كبيرة جدا ما بينها وبين زوجها. الولد ده بتاع مين؟ هما الاثنين. حلو. تمام. لماذا هي تنفرد؟ يعني لو هو النهارده أيوة. لا انا بس بوضح لحضرتك زي ما هي، انا عشان بس تستوعب هي اخطات في ايه. النهارده هي بتقول لكن خليفه منه بنت. ايوه. راح واخد البنت خاطفها وراح نازل بيها في مصر وما وريها لهاش. تمام. لما موتش بقى. ايوه. خلاص لا عايشه ربنا يبارك فيها. وخدها وحرمها. هل ده هتقبل ايه الكلام ده؟ لا طبعا. فما نقولش اصلا انا اللي شايله، انا اللي حامل، انا اللي بتعب. في النهايه لما بيتولد بيبقى اسمه ايه؟ في الشنب كده الاب الام. صحيح. مش حد لوحده. تمام. بقى فضل الام ده كبير وهي اللي بتتعب اكتر، وهي قول زي ما انت عايز السنه الجايه. تمام. ده في الاجر عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. انما في الحقوق الماديه الحق ده حق مشترك، ومع هذا الحق لا يملك الابوين التخلص من الجريمه زي ما قلت في حاله الام وزوجها. اخطاوا. تمام. وده لا يجوز شرعا. فده مش معنى ان ابني انا املك ان انا اتصرف فيه. أي. لا لوحدي ولا مع الزوج. نعم. ما زي النهارده واحد يقول لك والله انا ابني اكهربه اكويه السعه، يعني ايه؟ لا حضرتك ده انت حتى الدابه ايوه عندك لها احكام في الاسلام. الدابه طيب. لا تركبها لا احكام. طيب اذا هم لا توسم بالنار ولا تكويها ولا تلبس في رجليك حاجه مدببه حديد تضربها في البطن، ما ينفعش. ايوه. طيب اذا طب في حاله زي دي هنا ده اخطات وده اخطات. الاولى انها طبعا ان كانت أن تخبر الزوج بهذا الاجهاض. تمام. طب عملوا ذلك عن جهل. خلاص العذر بالجهل، لان طبعا هنا الفقهاء في هذه الحاله بيبقى لو واحده اجهضت بدون علم الزوج. نعم. بيقال في ذلك انها بتدفع، مش دي اللي طبعا ما وصلش لحاله التخلق، انما القرش او كذا، ويدفع لمن يرث من اهله. ايوه. الطرف اللي اخطا بيدفع هذه القيمه لاهل الولد اللي هو ممن يرث فيه، اللي هو للاب للورثه. إذا كان وصل لمرحلة الدية أو مرحلة القرش. نعم. عند الفقهاء. يعني هم دلوقتي بيقولوا إن هو لكن طبعا الأصل في ذلك التوبة. التوبة لازم التوبة والاستغفار من ذلك، لأن العذر بالجهل عذر مقدر شرعا وربنا. نعم. يتوب عليهم يعني.